الأسد بقي اتفتح، معنى كده ايه؟ ان حرف الألف جه في دماغه ايه؟ الفتحة، ففتح صوت حرف الألف بقى ايه؟ أه أه أسد، أه أه أسد. طيب تعالوا نشوف حرف الألف وهو في أول الكلمة وعليه الفتحة. ألف فتحة إيه أسد. طيب تعالوا نشوف كده مين من أصحاب حرف الألف معانا. صورة إيه دي؟ إبرة. صورة إيه؟ إبرة. إيه ده؟ إيه اللي حصل لحرف الألف؟ صوته اتكسر. صوته إيه؟ اتكسر. يعني جه إيه؟ جه تحتيه الكسرة. جه تحتيه إيه؟ الكسرة. بقى صوته عامل إزاي؟ إيه. بقى صوته عامل إزاي؟ إيه. إيه إبرة. طيب تعالوا نشوف حرف الألف لما بيجي في أول الكلمة وتحتيه الكسرة بيبقى عامل إزاي؟ تعالوا كده نفتكر لما كانت الكسرة تيجي تحت حرف الألف كان إيه اللي بيحصل في شكله؟ كانت الهمزة بتاعته بتنزل تحت. كانت الهمزة إيه؟ تنزل تحت وتيجي تحتيها الكسرة. طيب تعالوا نشوف مين من أصحاب حرف الألف تاني معانا. صورة إيه دي؟ أذن. صورة إيه؟ أذن. إيه ده؟ إيه اللي حصل لحرف الألف؟ صوته الضم. صوته إيه؟ الضم. يعني حرف الألف جه فوق دماغه إيه؟ الضمة. بقى صوته عامل إزاي؟ أو. بقى صوته عامل إزاي؟ أو. أو أذن. طيب تعالوا نشوف حرف الألف وهو في الضمة بيتكتب إزاي؟ أو أذن. تعالوا بقى نشوف الحرف اللي بعد حرف إيه؟ حرف الباء. صوتك عامل إزاي حرف الباء؟ ب ب ب. طيب مين من اصحابك معاك النهارده؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. دي صورة ايه؟ بطة. صورة ايه؟ بطة. حرف الباء حصل له ايه؟ اتفتح، يبقى جه فوق دماغه ايه؟ الفتحة. باء بطة، باء بطة. طيب تعالوا نشوف بقى حرف الباء وهو عليه الفتحة في أول الكلام بيتكتب إزاي؟ إحنا عارفين إن حرف الباء ليه سنتين. طيب يا ميس، لما بيتكتب في أول الكلمة بيتكتب إزاي؟ بيبقى ليه سنة واحدة وبيفرد إيديه ويمسك في إيد أصحابه. بيمسك في إيد إيه؟ أصحابه. طيب مين من أصحاب حرف الباء تاني معانا؟ بالتين. معنى ايه؟ بالتين. اذا حرف الباء حصل له ايه؟ كسر. حرف الباء حصل له ايه؟ كسر. بقى صوته عامل ازاي؟ بي. بي بالتين. طيب تعالوا نشوف حرف الباء بيتكتب ازاي تحت الكسره. معانا مين تاني؟ برتقال. برتقال. حرف الباء حصل له ايه؟ الضم. يبقى حرف الباء جاي فوق دماغه ايه؟ الضم. وبرتقال. حرف الباء وهو عليه الضمة. تعالوا كده نراجع تاني حرف الباء. باء فتحة، باء. باء كسرة، بي. باء ضمة، بو. تعالوا بقى نشوف الحرف اللي بعده حرف ايه؟ حرف التاء. حرف ايه؟ حرف التاء. صوتك عامل ازاي حرف التاء؟ ت ت ت. صوتك عامل ازاي؟ ت ت ت. مين من اصحابك معاك النهارده؟ تاء. مين؟ تاء. تاء. ايه اللي حصل لبقي؟ اتفتح، يبقى حرف التاء جه في دماغه ايه؟ الفتحة. خلى صوته بقى عامل ازاي؟ تاء 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 تاء. تعالوا نشوف حرف التاء
لما بيجي في اول الكلام بيبقى ليه سنه واحده وبيفرد ايديه يمسك في ايد صاحبه اللي بعده، ونحط النقطتين بتوعه والفتحه تا فتحه تا تا. طيب مين من اصحابه تاني معانا؟ تمساح. تمساح، ايه ده؟ ايه اللي حصل لحرف التاء؟ صوته اتكسر. صوته ايه؟ اتكسر. يبقى يا ميس اكيد جه تحت ايه؟ الكسره. جه تحت ايه؟ الكسره. طيب خلت صوته عامل ازاي؟ تي. خلت صوته عامل ازاي؟ تي. تي تمساح. تعالوا نشوف حرف التاء وتحت الكسره بيتكتب ازاي. تاء كسرة تي تمساح. طيب مين بقى اللي بعده؟ تفاح. معانا سورة ايه؟ تفاح. تعالوا كده نشوف بقى حصل له ايه؟ تفاح. ايه اللي حصل؟ بقي الضم. يبقى اكيد حرف التاء جه فوق دماغه ايه؟ الضمة. فضم صوته وخلاه عامل ازاي؟ تو. خلاه صوته عامل ازاي؟ تو. تو تفاح. تاء ضمة تو تفاح. يبقى لما كان عليه الفتحة صوته بقى عامل ازاي؟ تاء. تحتي الكسرة تي. فوقي الضمة تو. تاء تي تو.